عشان مشكلة الدوافع، مشكلة التصريحات وحالة التسخين الغير عادية اللي كانت قبل المباراة. هل المباراة هتمشي في الجانب الهادي اللي احنا بقالنا كام مرة بنشوف عليه مباراة القمة؟ انا شايف ان المباراة هيبقى فيها ضغط عصبي شديد شوية، المباراة هيبقى فيها كروت كتير وقد تصل لحالة طرد من الفريقين بسبب التصريحات اللي كانت قوية قبل الماتش. الدوافع اللي كانت من مين يعني؟ يعني من بعض القنوات والحكم، والحكم شارب اصفر واحمر والحاجات اللي احنا سمعناها دي، ففي حاله احتقان هتبقى عند لعيبه الزمالك شويه كمان من كهربا. الازمه دي هتعدي ازاي؟ ده اللي الناس كلها مستنيه تشوفه وتتفرج عليه، لكن ده عنده طموح وده عنده طموح. النادي الاهلي مش عاوز عاوز بقى يخلص البطوله، وشاف ان الثلاث نقط دول مهمين وهيبعدوه عن الزمالك قبل ما يسافر لكاس العالم للانديه. نادي الزمالك لو ما كسبش النهارده شايفين هو يدخل في دوامه مشاكل كتيره، من تغيير مدير فني، من ازمات ممكن تحصل، فالمباراه صعبه جدا. اتمنى النادي الاهلي يستغل خطا فيريرا اللي انا شايفه خطا، اللي هو لعب ب 4-4-2 وترك مساحات بين وكان وجود السوليه كان هيبقى مهم جدا، لان السوليه بيعمل الكرات اللي هي بتقطع الخطوط. فالنهارده لو قفشه قدر مع تحرك اللعيبه ده وبقى واحد على واحد، لعيبه الاهلي تكسب. تمام. كهربا، وانت اتكلمت في الحته دي، هل ان كهربا يبقى موجود ولاعيبه الزمالك تركز معاه ده في مصلحه لعيبه الزمالك ولا مش في مصلحته؟ لا، مش في مصلحه لعيبه الزمالك. وكهربا لو ركز، وهو اتنبه عليه كويس جدا، اتنبه عليه كويس جدا من الاهلي، من المدرب، من مدير الكوره، كله جهز. خلي بالك كهربا عنده وقع قبل كده من ايام فايلر في ايام السوبر فايلر لو تفتكروا، حصل مشكله كبيره اثرت على الفرقه، فتم التنبيه عليه انه ما يخشش في اي مشادات، ما يخشش في اي خناقات، وحتى لو تم مثلا حصل له شتيمه او اي حاجه بهدوء كده ولا بتاع يلم نفسه وياخد باله. طيب كابتن صلاح، اخيرا قبل ما نروح للمباراه، توقعاتك ايه للنتيجه ولشكل او سيناريو المباراه بسرعه؟ انا قلت لحضرتك امبارح ان اتمنى الزمالك يكسب، تمام، لكن المباراه ماشيه في تعادل، تعادل سيس تعادل، لان القوتين اعتقد ان هم فيها نسبه تساوي. طيب كابتن رمضان، توقعاتك؟ اعتقد ان فرصه النادي الاهلي الحقيقه اكبر، لان في استقرار فني الحقيقه في الفتره اللي فاتت ووصلوا فورمه، تمام، يعني عكس نادي الزمالك اللي بقى له 4-5 مباريات الحقيقه بعيد عن الفورمه بتاعته، تمام، رغم ان هو كان بادئ كويس قوي. النتيجه، فالنتيجه ممكن تروح للنادي الاهلي. كابتن وائل، بص يا مين، احنا عارفين ان ماتشات الاهلي والزمالك ما فيهاش توقعات، والاثنين عندهم ظروف، وعندهم ظروف غيابات، وعندهم مشاكل في بعض الاماكن، لكن حته ان انت تتوقع، لا، حال اللعيبه في الملعب في الماتش يعني حتى احنا بنتكلم بنقول ايه، حتى لو الاهلي متفوق او الزمالك متفوق، لكن حاله اللعيبه والتوفيق لكن مع مين، لكن مفيش نتيجه توقع بالنسبه لك؟ لا، ما صعب جدا النتيجه. بس انا عاوز اقول حاجه، الحقيقه يا امير، خط الدفاع في الفرقتين اعتقد المباراه دي فيها سكور، استاذ احمد، انا اتوقع الاهلي 2-0 او 3-1 للاهلي. تمام، ان شاء الله نتمنى ان احنا